السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان ديالنا، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. واول حاجه نبداو بها الفيديو ديالنا، ما تنساوش تصليوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعواشركم مبروكه. خوتنا اليوم جبنا لكم واحد الارتيكل زويون، واحد الموديلات زويونين، شي حاجه سي زوين وخدمه مليحه، واللون ديالها لون واحد سامبل، وشي حاجه ارتيكل مخيره كيجي مع الرومي البلدي فيما فرشتيه تيجي. خوتنا اجيو تشوفوا معنا الموديل اللي جبنا لكم اليوم جبنا لكم واحد الموديل مخير وشي حاجه كاليتي زوينه، كيتوفر عندنا في اربعه ديال الالوان. كاين الباش طوب، كاين الكري كما كتشوفوا، الكري كيتشموش كيعطيك من جهه مغلوقه وكيعطيك جهه مفتوحه. كاين بلونكاسي مع شما حطيتيه كيجي تبارك الله لون زوين وانيق، كيفتح اي لون كيفتحو في الميطه. وكاين عاوتاني اللون الرابع اللي هو لاموطارد هو هذا كما كتشوفوا معنا، وشوفوا مزيان اللوينات وعاد نكملوا الفيديو. الخوت بالنسبه لهذا الموديل هذا كيكون باش كل واحد يعرف، هذا الموديل هذا كيكون رولو كتفصل العبار اللي بغيتي، اي عبار بغيتي كتقطعو وكيتخيط. بالنسبه للعبارات ديالو اللي كيكونوا فيه، كتكون فيه من المتر وعشرين في العرض، متر وعشرين، متر وسبعين، 2.10، 2.50، حتى 3 متر في العرض. والطول راه ما محدودش، الرولو راه كتكون فيه 20 متر وكتقطع القياس اللي بغيتي وكيتخيط. وبالنسبه خوتي هذا الموديل اللي وريتكم شي حاجه مليحه وبروميوم كاليتي. وبالنسبه للثمن ديالو خوتي، الثمن ديالو كان داير 250 درهم. اليوم عند سجاد الشرفاء درنا ليه واحد الثمن، واحد لا بروموسيون اللي هي زوينه، اللي هي 200 درهم للمتر كاري، كتقطع العبار اللي بغيتي وكيتخيط. بحال دابا هذا العبار هذا ديال واحد السيده قطعناه ليها، كيجي بحال هكا خوتي، كنقطعوا العبار وكيتفينا بلا فينيسيو، بحال هكا كيتفينا بلا ماشين. ها هي الخياطه ديالو، كيولي زربيه وشي حاجه مليحه، ما عمرو ما تيبهات اللون ولا كتهبط الشعره ديالو ولا. نطلقوا لكم تشوفوا هذا اللوين هذا، شوفوا معنا هذا الباج هذا كيفاش يجي، اللهم بارك، كيجي انيق في التفريشه ديالو. وكيعطيك من جهه فونسي وجهه مفتوحه. والسلعه خوتي كما العاده ما دخلش فيها الحس ديال الكوله، كطويها كي بغيتي ما تخافش منها. سلعه ريكسوس اخوتي كتسمى هذا الموديل، هذه سلعه مليحه وسلعه ديال تركيا اخوتي، وخفيفه وما تلقلك لا غبره لا والو. بالنسبه للظهر ديالها زوميو معايا باش تشوفوا الظهر ديالها، الظهر ديالها راه مضروب بالقنب ماشي ديك اللي كيكون بلايك صفيحات هنايا ديال الكوله. وسلعه مليحه. وهذا الموديل اخوتي راه فيه اي عبار بغيتي، وفيه حتى واحد الموديلات زوينين، فيه 3 بياس ديالو ديال بيت النعاس، 3 بياس ديال بيت النعاس دايرين فيهم واحد الثمن حتى هما اللي خيالي. في هذه الموديلات نيتو نفس الكولورات، اجيو معنا تشوفوا. بالنسبه نوريكم ندخل لكم سلعه اخرى، ها لي موديل ديال 3 بياس اخوتي اللهم بارك. السلعه راه موجوده عند سجاد الشرفاء قنيطره ولا دوجي. ها السلعه تبارك الله، السلعه السامبل اخوتي، كاين 1 2 3 4 5 6 7 هي ديال اللوانات اخوتي اللي كيتوفر عليها هذا الموديل اللي وريتكم. بالنسبه لهاد الموديلات هاللوان كما كتشوفوا معنا هما هادو، شوفوهم مزيان بعد ديك الساعه نطلقوا لكم الموديلات باش تشوفوهم. نطلقوا لكم اول لون اللي هو البلون كاسي 3 بياس ديال بيت النعاس، وعبير زويون اطابيه كبيره، الجو الصغار ديالها كيجيو حدا بيوت النعاس كما كتشوفوا، كيجيو جوج حدا الكوافوس وحده حدا الرجلين الكبيره اللي هي هذه. شوفوا معايا البلون كاسي مزيان. اللون الثاني اللي هو المارو هو هذا، البياسه الكبيره كما العاده، عاوتاني البياسه الكبيره كتجي بحال هكا، وجوج بياسات صغار حداها، عبير سيرميز اي بيت نعاس حطيتيه معاه كيجي مع هذا العبير هذا. اللون الثالث اخوتي اللي هو الكري مفتوح، كيجي حتى هو في الحطه ديالو واعر وزوين، هو هذا الكري كما كتشوفوه. وكما العاده جوج صغار
وحده كبيره. شوفوا معايا الكري كيفاش يجي تبارك الله، حتى هو في التفريشه عنده حقه في التفريشه. اللون الثالث اخوتي، اللون الرابع عفوا، اللي هو الباش طوب، هذا حتى هو لون واعر تبارك الله، اللهم بارك. شوفوا معايا هذا اللوين كيفاش يجي تبارك الله. الباش طوب هو هذا، حتى هو ستوندار، معاش ما حطيتيه في الفراش يجي معاه. بالنسبه للسامبل باش ما نطلقوش الموديلات كاملين، ها هما كما كتشوفوا الموديلات، لقنا لكم واحد اربعه الموديلات باش تشوفوهم، واللوينات لكم على ها هما الكري، ها الموطارد، ها البلو مارين، وها الخضر. خوتنا هذه هي النهايه ديال الفيديو، كنتمنى منكم الدعم وتخليو لنا لي جيم ولي كومونتير ديالكم الزوينه، وتحياتي لكم على السفر الشرفاء. بالنسبه خوتي للاثمنه هادو راسيت ما قلتهمش لكم، الاثمنه ديالهم كانوا دايرين 750 درهم، اليوم درنا لهم 600 درهم، 3 بياس، وعبار ماشي العبار كما 3 بياس الاخرين العاديين، هادو عبار كبير. وخوتي تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.